بخير. شو لاباس؟ السلام عليكم. بخير. شو لاباس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. شو لاباس؟ بخير. السلام عليكم. حنا جينا باش ندعموا هذه الحملة ديال حزب عدالة والتنمية في ثمن صورت في هذه الجماعة، وكنشكر وكيل اللائحة وكنشكر الأخوات والإخوان كلهم أعضاء اللائحة على هذه الأيام ديال الحملة اللي دازت، تبين بأن مواطنة والمواطنين الحمد لله متفاعلين بواحد الطريقة إيجابية حيثما حللنا وارتحلنا. هناك تفاعل مهم إيجابي، هناك معرفة بحزب عدالة والتنمية، معرفة بنساء ورجال العدالة والتنمية، هناك تعاطف كبير مع العدالة والتنمية، وهذا الشيء لكي يخفف علينا هذه الصعوبات التي نجدها في هذه المرحلة كلها أثناء إعداد الانتخابات، واليوم أيضا أثناء الحملة الانتخابية. أنا سعيد بهذه الزيارة لهذه المحلية ديال ثمن صورت، اللي هي زيارة أولا لدعم مرشح الحزب في هذه الدائرة، سواء كان مرشح برلماني أو المرشحين في الجماعة أو المرشحين على مستوى الجهة. أحس بتفاعل قوي من قبل المواطنات والمواطنين في المنطقة كلها ديال مراكش والأقاليم المحادية لها، وحنا كنحاولوا ما أمكن باش تكون الحملة فاعلة متواصلة مع المواطنات والمواطنين عند الأسس ديالها. كتشرح أولا الحصيلة ديال الحزب في مختلف المؤسسات اللي كان فيها، سواء كان في الرئاسات أو كان في المشاركة، وايضا شرح البرنامج ديال الحزب، والمهم هو المبادئ والقيم اللي كينطلق منها الحزب، واللي هي بالخصوص اولا تطوير الممارسه الديمقراطيه ديال بلادنا باش تكون حريه التصويت ديال المواطن، ماشي بضغوط، ماشي مقابل مال، ماشي بالابتزاز، وهذا شيء مهم جدا، تكون حمله انتخابيه قويه ولكن نقيه بالمعقول. هذا هو العمله ديال حزب عدالة والتنمية. سلام عليكم. سجل عليا في